الجاب والمهاجم الكبير كريستيانو رونالدو. يتقدم الآن رونالدو، يسدد، الله، صاد من بعيد، صاد من بعيد كريستيانو رونالدو. جلس كورت ويتابع الموقف، وبالتالي كريستيانو رونالدو يسجل الهدف الأول لمصلحة الريال، وأصبح 38. وشوف شوف 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 شوف، ولاحظ معاي، لاحظ معاي في الزاوية وعن بعد، وكريستيانو رونالدو يصطاد الزاوية البعيدة ويصطاد مرمى كورتوا، وكريستيانو رونالدو يتقدم للفريق الأبيض بالهدف الأول. ولكن هنا مسعود أوزيل يفقد الكرة، على أساس تأتي المتابعة مباشرة من فابيو كينتراو. كريستيانو رونالدو، الله الله، صواريخ كريستيانو رونالدو تصل مرة أخرى إلى مرمى كورتوا، وبالتالي الهدف الثاني لمصلحة ريال مدريد من نفس اللاعب، من نفس اللاعب اللي سجل في الشوط الأول. لكن لاحظ أخي، لاحظ أنت الكرات الصاروخية اللي يقوم شوف 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 شوف، ولاحظ لاحظ ما تصد، ما تصد، قوية لافة. هو يقول أنا ألعب الكرات اللافة، ويشير بذلك بعد ذلك إلى القوة اللي تتمتع فيها القدم، وبالتالي كريستيانو رونالدو الآن